بواحدة من أهم مسابقات الرياضيات بالعالم، لو كونغورو دي ماتيماتيك، واللي بيتنافسوا فيه تلاميذ من كل مدارس الليسي بالعالم بحسب الفئات العمرية، لمع اسم اللبناني سامح بيئة اللي احتل المرتبة السابعة بالمسابقة عن فئة صف الأساس السادس. سامح بيئة ابن 12 سنة، مثل مدرسته ستانيسلاس بموريال واتبارة مع 81 ألف تلميذ، وبفضل ذكائه وتصميمه قدر يوصل للمركز السابع، فرفع اسم مدرسته وبلده لبنان عمر صغير. أنا من أنا وصغير كتير كنت حب المات، وهلأ أنا وكبير كملت حبي بالمدرسة. كانت مدرستي عم بتشارك بهيدي المسابقات، وأنا لأنه كتير بحب المسابقات مش بس بالمات، بس لأنه بحب وبحب المات قررت إنه شارك، إنه قلت إنه لازم أعمل اللي فيه أعمله، وجربت أعمل منيح. كتير انبسطت وقت عرفت إنه وصلت السابع، وبقول إنه إذا منحب شي منحب شي أي شي منحب ومنآمن إنه فينا نوصل بعيد نوصل بعيد. أكتر الأوقات وقت حدا بيتميز عن الآخرين بيكون جاي من بلد كبير ومعروف، بس هالمرة من كل البلدان لبنان تميز وكان بين الأول يلي هو كتير منيح. ومثلا وقت بقول لرفقاتي إنه أنا لبناني بيقولوا لي إنه هيدا بيقول إنه اللبنانيين ذكي. اليوم سامح بيئة موجود بباريس ليتسلم جايزته بكل فخر واعتزاز، ومن كلام الناس منقلك يا سامي ألف مبروك، رفعت اسم لبنان وما في شك إنك رح تستمر.